رياضيا، خيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة الختامية للجولة الثالثة من الدوري التصنيفي لأندية المهرة لهذا العام التي جرى إقامتها في ملعب مخبال بمدينة الغيضة عاصمة المهرة بين نادي خيبل ونادي شباب سيحوت بهدفين لكل منهما. وبهذه النتيجة رفع نادي خيبل رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف مع نادي فرتك صاحب المركز الثاني وبنفس النقاط، فيما ارتفع رصيد نادي شباب سيحوت إلى 3 نقاط في المركز الرابع. وجرى تسليم جائزة أفضل لاعب في المباراة للاعب نادي شباب سيحوت عبد الله الحامدي، كما تم تكريم حكام المباراة من قبل اتحاد المهرة. بالنسبة لمباراتنا اليوم مع خيبل كانت يعني خيبة أمان، لعبنا مباراة جيدة وتقدمنا في أخطاء دفاعية يعني كانت هي اللي كان سبب تسجيل الأهداف، وهذه الكرة يعني الكرة كلها أخطاء. نحن غير مقتنعين بالنتيجة، يمكن الأداء يعني إلى حد ما جيد في بعض أثناء المباراة. اليوم فريقنا كان ما قدم أداء مثل مباراة فرتك، خاصة من ناحية الرغبة في التسجيل والروح القتالية. اليوم نحن في الجولة الثالثة والمباراة الأخيرة من الجولة الثالثة بين نادي شباب سيحوت ونادي خيبل، مباراة هامة كانت للفريقين، لعبوا مباراة جميلة قدموا فيها حقيقة أبداعات، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. حقيقة للآن نحن كل الفرق للآن لازالت حظوظها متواجدة إن شاء الله.